تاريخ الوداد يعني مر مراحل شويه متقلبه، ولكن تنعرفوا الى الحمد لله بيبليك اللي وقف دائما يعني كون لي جوار سون ديفايون ولا كون لي ريزولتا ما سون بالا سان الفريق ديالو سيتي يعني سحابه الحمد لله. ليكيب راه عندها اسي دو تالون ولا دو جوار كي اسي ديكسبيريونس اللي خرجوا رابيدمون من هذا النفق، مشاو جابوا التاهل ولا التاهيل من ليبيا يعني اونين سومين يعني قلبوا الوضع، شفنا التاهيل في ليبيا شفنا التاهيل فريق اتحاد طنجه واللي ان بو ايتونون سي لا ترانسفورماسيون بريسك توتال تاع لي جوار اللي شفناهم ليبيري. كان الثاني اوسي واحد لافريشور فيزيك بوتيتر اللي هي ديال لافريشور مونتال الانسان لما تيدخل في واحد الدوامه ولا واحد ديناميك بوزيتيف. فريق متكامل يعني من الدفاع الوسط الهجوم حيت ولا حرج نجوم كبيره ولاعبين في المستوى وتجربه كبيره بور نو يعني مباراه بوتيتر جوي الوداد اسافي سي اون شوز جوي الوداد كازا افيك سو مورال لا سو نيفو لا سو فايتر تري ديفيسيل، ولكن هادشي ما كيمنعش حنا عندنا حدود ديالنا غادي نامنوا بها كفريق ونسي دو بوسي دو بوزي لو بلوس دو بروبليم بوسيبل لفريق الوداد. تعرف اللي تيختلف سي لو كونتكست تاع لو ماتش مونتالمون كنتمنوا انه اللاعبين ديالنا في ماتش اون جو كي سوا با باراليزي بار لون جو كي بونس لو جو كي سوا ريستي كي سوا كونسونتري يعني واحد 300% لانه هذه المباراه اللي الجانب الديني كيلعب فيها كبير. نحاولوا نلعبوا بالمقومات ديالنا كما قلنا ونحاولوا نوضعوا اكبر عدد من المشاكل بالنسبه لفريق الوداد. هذه يعني مباراه من اجل الربع يعني من اجل بلوغ نصف النهائي، ولكن بالنسبه لنا من اجل كتابه واحد السطر اخر في التاريخ تاع اولمبيك الشافي. واش غادي نقدروا ولا لا كما قلت اون فيرا ان شاء الله لو ديمونش. متوقع حنا اللاعبين ديالنا الحمد لله عندنا ثقه تامه وغادي نشوف تونير كيلكو سوا ليسيو اون سوا فيير دو نو جوار، ولكن هادشي ما كيمنعش كون فان ديفوند نو شونس 300% جيسبر سولمون كون باسي ا كوتي دو ماتش، ولكن الحمد لله حنا جينا على جميع التحضيرات يبقى فاليست ان ماتش دو فوتبول. وبالنسبه ليزيكيب بحالنا سي اون فو غراندير اون طونك ايكيب يعني خصنا نتجاوزوا هذه العقبه هذه سينو كما قلت نتمناو انه ما تنقولش ما بغيتش نقولوا عليك كلمه انه كون سيراميك لي زونور باسكو سي با دون لي زابيتود سوا حنا غاديين باش نلعبوا بور ديفوندر نو شونس جيسكو جيسكو لا دينيير غود ديسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم.